السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه سمارت شيت، موقع مفيد جدا لإدارة المشروع وإدارة الفريق وتوزيع المهام، بحيث انت تحدد كل شخص ايه المهمة اللي مطلوب منها، وتقدر تبقى عارف ايه المهام اللي شغالة دلوقتي وايه المهام اللي لسه هتشتغل وايه المهام اللي خلصت، بطريقة سهلة جدا، بطريقة مرئية، بطريقة فيجوال بشكل رائع. شركات كتيرة شغالة بالطريقة ديت، يبقى عارف المشروع ايه التاسكات اللي شغالين فيها، ايه التاسكات اللي خلصت، ايه الفترة ديت المشاريع اللي شغالين فيها، بطريقة سهلة مرئية مدى الانجاز اللي حصل. زائد ان هو بيقدر يرتبط بكل البيانات اللي موجودة، تقدر تاخد البيانات من الاكسل، تقدر تاخدها من جوجل درايف، تقدر تاخدها من الايميلات، ففي انتجريشن قوي جدا مع التولز اللي موجودة. تعال نشوف ايه التولز اللي هو مرتبط بيها. تقدر مثلا لو انت عندك على الساب او عندك على اي موقع من مواقع مايكروسوفت او تيم، ايه تقدر تاخد الداتا وتقدر انت تربطها بيها. طيب تعال نشوف ديمو. فبيقولك ان هو موجود عشان يحل المشاكل اللي موجودة، يقدر يعمل لك ورك فلو بين العناصر الشغل بتاعتك. فتقدر انت تعمل فولو للتاسكات اللي انت طالبها من الناس. تقدر تشوف على اي جدول، تقدر تشوف على اي جراند شارت زي ما انت عايز. كل حاجه تقدر انت تشوف النسب، المواد اللي خلصت. هو مخصص ان انت تقدر تستخدمه في البروجكت مانجمنت، تقدر تستخدمه في الكونستراكشن، تقدر تستعمله في الماركتنج لو انت عايز. طيب خلينا نعمل له تراي. هتلاقي هنا التاسك شيت، هتلاقي هنا التاسك سامري ريبورت. خلينا نقول له تاسك سامري ريبورت، فيبدأ يشوف لنا المشاريع اللي شغالين فيها، ويبدأ يجيب لنا معلومات عنها. أي تاسكات موجودة تقدر انت تحط زي ما انت عايز. فبيديك تصور للمشاريع اللي موجودة والتيمز اللي موجودة. تقدر تعمل بروجكت داشبورد بحيث تراقب المشاريع، يبقى عندك تنبيهات لو في اي حاجة حصل فيها تأخير تقدر تعرفها وتقدر انت تتابعها ان شاء الله.